هذا اللي جالس يتدلع بس واقف وقفة محترمة، والله عنده هذا أنهى المرحلة الأولى بنجاح وأخذ بريك. المدعو أماك، هذا اللي قلنا زمان نصبر الناس ما دام فوق 70، ونقول لو تحرك السهم واخترق 74 ممكن يوصل حتى قريب 81 الفيب و23، بس طبعا حيقابلنا متوسط إن شاء الله يخترقه ويقفل فوقه. وبصراحة قبل أسبوعين وصل اخترق المتوسط، ضرب الفيب ورجع. شوفوا هنا في سقف قناة، يلعن أبو شيطانه، يعني له أسبوع، الأسبوع الماضي قفل فوق القناة، الأسبوع ده شوف عند 50 قاعد، 78.5 دعمه، مع أنه يكسرها أحيانا أثناء الجلسة بس يرجع فوقها. هذا لو فعلا الآن لف الطارة وطلع الريال و30 هللة دي، تخيلوا شمعة بكرة تقلب وتد وتلبس طربوش أخضر يعني يقتحم 80، يا سلام. لعله الأسبوع القادم يعاود يختبر 81.60، ولو عداها بدأت حفلة الدور الثاني. شوفوا أبعادها من فين لفين، من 86 إلى 88، 90، 89.